طيب تمام، بصوا بقى معايا كده، في حاجة عايز اوريها لكم. بصوا انا واقف على البوكس ده. بص شايفين الخطين دول اللي هو بطول العرض ده؟ اسمه مارجن. المارجن ده اللي هي المسافة اللي بتتساب عشان خاصة ايه، لما اجي اطبع الطباعة ما تجيش على الحواف، دي اسمها مارجن. الحاجات اللي انت ايه شفتها دي كده اسمها ايه؟ مارجن. طيب تمام، احنا ايه الدور على الديزاين؟ الديزاين طبعا زي ما انتم شايفين بيعمل لي ديزاين خاص بالتكست، خاص بأي حاجة انت عايزها. بص دي اللي هي السمزات، شايفين دي افكار يعني بتلهمك انك تعمل اي حاجة انت عايزها. هنا السمزات اللي انت شايفينها دي، هنا الالوان دي اللي هي مجموعة الوان مع بعض. تعالى بس نلون الأول في الفورمات هنا كده. تعالى نعمل التيبل ده نديله لون، مثلا نعمل الكتابة دي لون أحمريكا أسوديكا أزرقيكا، ماشي أزرق. ونعمل أوت لاين شكله حلو مثلا، ونعمل التخانة بتاعته حلوة كده برضو، ماشي. تعالى نعمل الخط ده عبارة عن ألوان، تمام. لو في شوية شادو ولا حاجة عايزين نعملها، هيطير اللي أنا عملته، بس لا خلينا ايه ماشي كده. تعالى نشوف بقى الديزاين الألوان. بصوا بقى هنا، انتوا فاهمين الفكرة ان هو عامل كونتراست ما بين الألوان، يعني عامل سيمترية أو نظام ما بين الألوان. واخدين بالكم يعني ده عامل سيمترية ما بين ايه الالوان مع بعضها، تحس انها متناسقة ايه مع بعض، على حسب ذوق كل واحد بيختار الالوان اللي هو ايه عايزها. بعد كده الفونت، شكل الفونت بقى اللي هو نوع الخط نفسه اللي هو الاريال. طبعا احنا عارفين الاريال. بص على الخط كده هنا وهنا، شايفين بيغير الخط اللي هو باين قدامك، يعني بيعرض لك الشكل الخط اللي قدامك ايه عبارة عن ايه. ده جزء ايه مصغر من الهوم اللي هو فيه الخطوط بتاعتي كلها اهي، شايفين هنا في كل الخطوط بقى اللي انت حاططها، هنا بيعرض لك بس ايه شوية خطوط، وبتخش هنا تعمل كاستمايز من الفونتات نفسها بقى. انت شايف كده تختار الفونت تشوف شكله وهكذا بقى، تمام. هنا بتعمل مسافة في الكتابة اللي انت كاتبها، هنا بتعمل شوية افكتات طبعا لو موجود شكل معين انت عامله، تحط علامة مائية في الورقة بقى نفسها، يعني الورقة نفسها دي اللي هو زي فاكرين في مذكرات اللي هي بتاعت كلية التجارة اللي هي زي كارفين وسندباد والحاجات دي، بيبقى في هتلاقي كلمة مكتوبة بنفس الشكل ده كده عشان محدش ايه يصورها. يعني هنا بتلون الصفحة كلها، يعني انت عايز الصفحة بقى نفسها انت تخليها تديها لون، لو انت عندك طبع الوان بتلونها زي ما انت عايز، زي ما انت عايز بتديها اللون اللي انت عايزه. اخر حاجة طبعا الايه البرواز اللي هو البوردر، انا نوهت عنه في الحلقة اللي هي الخاصة بالشرح بتاع الهوم. بص يا جماعة زي ما انت عايز الشكل اللي انت عايزه، تمام. عايز ليه شاد ولا لا، او تقوم دايس اوكي مثلا، دايس تاني. عايز تخلي اللون مختلف، فاهماني، تقوم دايس اوكي تاني. عايز تخلي اللي هو الرسومات ايه اللي ظاهرة عندي مش خطوط، شايف كده. طبعا يعني اغلب الرسومات والحاجات دي اللي هي المدارس اللي فيها اطفال عشان بيبقى فيها رسومات وكده، فبتعجب الاطفال اكتر يعني.
اهي ان هو يكتبه مثلا درس ولا حاجة ألف فيه الكلام ده، مش عايز البرواز بتشيله خالص من هنا. وده الفكرة مبسطة كده عن ايه التصميم اللي هو الديزاين. نخش على البيج لاي اوت اللي هي الخاصة بالصفحة بقى نفسها. المارجن اهو يا جماعة اللي انا كنت بقولك عليه، بصوا هنا تاني اهو، تعالوا نقف تاني هنا كده اهو، شايفين دي هي دي، تعالوا نقف مرة تاني معلش، اهي ده المقاس الطبيعي اللي احنا ايه شايفينه، اللي هو ايه بنصغر شوية، بتعمل ايه مسافات على حسب ما انت عايز الكتابة تبقى عاملة ازاي، انت واخد بالك؟ مظبوط. هنا بقى بتخلي الصفحة واقفة ولا نايمة بالبلدي كده، يعني طول ولا عرض، اهي دي هتبقى عرض، اهي شايفين؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ بالعرض اهو، عايزها تاني بالطول على حسب انت عايز تكتب الكتابة عاملة ازاي، هتكتب شهادة مثلا، المقاس بقى. طبعا احنا الـ يعني على طول هنطبع A4 عشان بس ايه تبقى فاهم انت هتعمل ايه. A4 اللي بتطبع في البرنتر اللي عندك في المكتب، A4 A3 اللي هي ورقة كبيرة، انت هتلاقي برنتر كبير اصلا حجم كبير، يعني اغلب المكاتب كلها فيها A4 عشان بس ايه تبقى فاهم المقاس عامل ازاي. A4 اهو المقاس اهو، هو ده الثابت بتاعك. لقيتها ليتر كده، لا اختار الاي 4 الكولم، عايز بقى ايه ككتابة، يعني عايز يبقى في الصفحة فيها 2 كولم، فيها 3 كولم، 3 عواميد، يعني بالشكل اللي انت عايزه عامل ازاي وهكذا. طبعا البريك اللي احنا فاهمينه، والكولم والتكست ورابنج والحاجات دي كلها اللي انت شايفها دي ايه هنتعمق فيها لما ايه نعرف نعمل بس الصفحة لوحدينا الاول. وهنا المسافة اللي هي يمين او شمال، اللي هي دي اللي انا كنت بقولك عليها، اللي هو ده وده، شايفين دي هي دي، هنا بقى بتظبطها ايه بالمقاس اللي انت عايزه. طبعا هنا شايفين الاتنين دول عشان ايه يا باشا، عشان بيتعامل معاها كأنها ايه صورة، وجاب لي فورمات خاص بالبوكس ده خالص. تمام، طيب هنرجع تاني نبعد عن ايه البوكس ده، ما فيش حاجة تاني ايه، يعني طبعا الاتجاه يمين فوق وتحت شمال يمين 90 درجة، واقفة نايمة كده يعني. طيب نكتفي بهذا القدر.